المتحدة اليوم الأربعاء أن الجولة الجديدة من المحادثات الهادفة لوقف النزاع في سوريا ستعقد في جنيف من 14 وحتى 24 من مارس، فيما يبحث وزراء خارجية الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية الوضع في هذا البلد الأحد في باريس. قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا البلاد مستورد حسن فرانسويس إن الوفود ستصل في الأيام المقبلة وستبدأ المحادثات الجوارية الاثنين 14 ولن تستمر إلا ما بعد 24 من مارس. كما أضاف سيكون هناك توقف لمدة أسبوع إلى 10 أيام ثم تستأنف المحادثات بعد ذلك، مشيرا إلى أن المحادثات ستجرى في قاعات منفصلة مع ممثلي النظام السوري والمعارضة السورية. للمزيد زوروا موقعنا الوسط.ly.